السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هي أجمل تحية طيبة نهديها لكم أعزائنا مشاهدي قناة كويت سبورت في كل مكان من تلفزيون دولة الكويت، وحياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة ولنتواصل فيها معكم ومن خلال برنامج عالم الصحافة. هذا البرنامج الذي يطلعكم على أهم وآخر الأحداث والأخبار والعناوين الرياضية سواء في الصحافة المحلية العربية وكذلك الصحافة العالمية، وكالمعتاد مشاهدينا نبدأ جولتنا الصحفية من الصحافة المحلية ولكن من بعد الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا، نبدأ جولتنا الصحفية الرياضية من الصحافة المحلية وتحديدا عن أخبار نادي الجهراء. فقد قطعت إدارة الكرة بالقصر الأحمر الطريق أمام أندية القمة الطامحة في التعاقد مع النجم الأبرز بالجهراء خلال فترة الانتقالات الشتوية، نافية ما تردد مؤخرا حول تقدم أحد الأندية المحلية بطلب رسمي من أجل ضم اللاعب. وفي سياق الحديث عن شؤون الكرة بالقصر الأحمر، فقد أكد الجهاز الإداري للفرسان أن مسألة خروج الفريق بمعسكر خارجي بالفترة المقبلة مرهون بنتائج الفرسان بمسابقة كأس سمو ولي العهد. نفى عضو مجلس إدارة نادي الجهراء ومدير جهاز الكرة محمد علي على ما تردد عن وصول عرض محلي لنجم الفريق فيصل زايد واقترابه من الرحيل عن صفوفه، وقطع علي الطريق أمام الراغبين في الاستفادة من خدمات زايد مؤكدا أن اللاعب ركيزة أساسية بالفريق ولا يمكن التخلي عنه نهائيا، لا سيما أنه يقدم حاليا مستويات أكثر من رائعة، بات معها أحد أفضل اللاعبين إن لم يكن الأفضل على الإطلاق هذا الموسم. وقال الجهراء يسعى إلى مواصلة المنافسة على الدوري والمنافسة على جميع البطولات بقوة ولن يفرط في أي لاعب ويسعى دائما إلى تطوير نفسه. قرر مجلس إدارة نادي الجهراء إرجاء إقامة المعسكر الخارجي لفريق كرة القدم المقرر في يناير المقبل على أن يتم اتخاذ القرار بحسب النتائج في بطولة كأس ولي العهد، وفي حال تأهل أبناء القصر الأحمر إلى الدور نصف النهائي سيتم إلغاء فكرة المعسكر، أما في حال أخفق في التأهل فسينتظم في المعسكر حيث ستكون الفترة كافية بين المواجهة الأخيرة في دور المجموعات أمام النصر في 30 ديسمبر المقبل وبين استئناف المشوار في دوري فيفا عندما يلتقي العنابي في 19 يناير المقبل. وما زلنا مكملين معكم مشاهدينا في جولة الصحافة المحلية، ومن أخبار نادي الجهراء إلى آخر الأخبار بنادي المنصورية. فقد فتحت إدارة الكرة بالمنصورية باب التفاوض مع النجم التونسي الذي سبق له خوض تجربة احترافية ناجحة مع العميد، ويبدو أن هناك تنافس كبير بين الأندية المحلية من أجل الظفر بخدمات النجم التونسي. هذا وقد بات رحيل المدافع المصري عن الأخضر مسألة وقت لا سيما بعد وصول الطرفين إلى طريق مسدود، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في بداية مشواره مع الأخضر. تتسابق أندية العربي وكاظمة والجهراء على ضم ثنائي العميد الأسبق التونسي شادي الهمامي لاعب دبا الحصن الإماراتي حاليا والبرازيلي روجيرو الذي يدافع عن ألوان الفيصلي السعودي. وعلمت السياسة أن العربي بدأ التحرك بالفعل من أجل ضم الهمامي في الانتقالات الشتوية المقبلة تلبية لرغبة مدربه محمد إبراهيم الذي يعرف قدرات اللاعب جيدا بعدما تواجدا معا في صفوف العميد قبل 3 مواسم، وذلك للاستفادة
واحدة من خدماته في مركز الارتكاز بوسط الملعب، بخلاف إجادته اللاعب في بعض المراكز الأخرى سواء بالوسط أو الدفاع. يبحث العربي عن محترف آخر بديل للمدافع المصري شوقي السعيد الذي يبدو أنه لن يكمل مشواره مع الأخضر في الموسم الحالي، وزاد من احتمالات فسخ عقده ما صرح به مدير الكرة خليل البلام بأنه أبلغ شوقي موافقة النادي على رحيله إذا أراد، ويمنح رواتب 3 أشهر حتى موعد الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وانضم شوقي لاعب الزمالك إلى العربي في بداية الموسم الحالي وشارك في بعض المباريات وتعرض للإصابة ولم يقدم المستوى المأمول منه، مما جعل اللاعب يفكر في الرحيل من الفريق العرباوي. وفي آخر أخبار كرة اليد المحلية، فقد حقق اليراميكا أولى انتصاراتهم في مسابقة دوري الدمج لكرة اليد على حساب عنيد الفروانية، حيث تمكن أبناء مشرف من استقلال ضعف مستوى خصمهم محققين بذلك فوزا مهم أنعش أمالهم بالصعود للدوري الممتاز. ونبقى مع شؤون كرة اليد، حيث بات من المنتظر أن يتوجه في الأيام القليلة القادمة حامي عرين أصفر بوحليفة إلى العاصمة الهنغارية من أجل إجراء فحوصات طبية للإصابة المزمنة التي عانى منها اللاعب في السنوات الأخيرة. حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي اليرموك أول فوز له في بطولة الدوري العام على حساب نظيره التضامن بنتيجة 30-24 أمس في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة مركز الشهيد فهد الأحمد بالدعية ضمن منافسات الجولة 6 من المسابقة. وكان اليرموك أنهى الشوط الأول لمصلحته بنتيجة 16-13 ليحصد أول نقطتين له في البطولة، ارتقى بهما إلى المركز 11 بينما ظل التضامن بدون رصيد في المركز الأخير. يغادر الجمعة المقبلة إلى هنغاريا حارس الجرين السابق لكرة اليد والساحل حالياً علي الخضر للخضوع لبعض الفحوصات الطبية للإصابة المزمنة التي يعاني منها في الكتف، وذلك عن طريق دكتور بيتر كاباش. وأشار الخضر إلى أنه أرسل كل التقارير الطبية الخاصة به منذ ما يقارب الشهر وطلب منه الدكتور الحضور للفحص السريري، مؤكداً أن الإصابة قد تحتاج إلى تدخل جراحي وإن احتاجت سيكون الثلاثاء المقبل موعداً للعملية، متمنيا ألا يحتاج للتدخل الجراحي. ومع أخبار كرة اليد المحلية نكون شذي مشاهدينا طوينا أو انتهينا من جولتنا في الصحافة المحلية لننتقل إلى أهم الأخبار والعناوين في الصحافة العربية، ولكن من بعد الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا وجولة الصحافة العربية، نبدأها من الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، فيدخل زعيم الكرة السعودية أجواء اللقاء المنتظر أمام خصمه الياباني في ذهاب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث يخوض هذا المساء الأزرق أولى حصصه التدريبية بالعاصمة السعودية استعدادا للمواجهة الأهم. ومن بلاد خادم الحرمين الشريفين نتحول للمملكة الأردنية الهاشمية، فقد تمكنت الكرة الأردنية أن تعود من جديد إلى الواجهة لا سيما بعد تأهل النشامة لنهائيات كأس آسيا المقبل، بالإضافة إلى تحقيق المنتخبات الأردنية بمختلف المراحل العديد من الإنجازات على صعيد القارة الصفراء. يؤدي الهلال ما
مساء اليوم ميرانه الرئيسي استعداداً للقاء أورا والياباني يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على أستاد الملك فهد الدولي بالرياض. وكان الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق رفض منح اللاعبين أي راحة بعد عودتهم أمس من العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث أقام الفريق معسكراً إعدادياً استمر 10 أيام. وأدى الفريق مساء اليوم تدريباً على ملعبه بمشاركة جميع اللاعبين. طبق خلاله دياز تدريبات فنية متنوعة عمد بعدها إلى تنفيذ التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء عبر مناورة على كامل مساحة الملعب. عادت الكرة الأردنية إلى الواجهة مجدداً بعد تأهل 6 منتخبات وطنية إلى النهائيات الآسيوية في مختلف الفئات. وأكمل المنتخب الأردني الأول يوم أمس الأول عقد المنتخبات المتأهلة بعد فوزه على كمبوديا والتأهل رسمياً إلى نهائيات الإمارات 2019، ليلتحق بمنتخباتنا الوطنية للناشئين والشباب والأولمبي والصالات والمنتخب الأول للسيدات التي سبق وأن حجزت مقاعدها في النهائيات الآسيوية التي تقام في عدة بلدان آسيوية العام المقبل. واعتبر المتابعون للشأن الكروي المحلي أن الكرة الأردنية أمام فرصة تاريخية ليكون عام 2018 عام الإنجازات الأردنية في النهائيات الآسيوية في حال تم إعداد المنتخبات بشكل يكفل لها المنافسة في النهائيات. وللحديث أكثر عن أهم الأحداث الرياضية بالمملكة الأردنية الهاشمية وآخر إنجازاتها بوصول منتخب الأردن الأول إلى نهايات كأس آسيا، ينضم معنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ الناقد الصحفي والرياضي بجريدة الغد الأردنية الأستاذ مؤيد بصبيح. أستاذ مؤيد، بداية حياك الله معنا في جولة الصحافة العربية وللحديث أكثر عن أهم الإنجازات الرياضية بمملكة الأردن الهاشمية. اولا يعطيك الف عافيه وشكرا لمتابعي برنامج عالم الصحافه. طبعا عام 2017 وعام الكره الاردنيه في منتخبات تاهلت للتصفيات الاسيويه النهائيه الاسيويه، والتي كان اخر هذا التاهل منتخب النشامه اول من امس عندما فاز على منتخب كمبوديا بهدف مقابل لا شيء، وحجز مقعده في الامارات 2019. ان شاء الله كل التوفيق لكم استاذي. نتكلم بدايه استاذ مؤيد عن السر وراء الصحوة التي شهدتها الكرة الأردنية هذا العام، لا سيما بعد تأهل 6 منتخبات أردنية بمختلف المراحل للبطولات الآسيوية، لعل آخرها مثل ما ذكرت أستاذي تأهل الفريق الأول لنهايات كأس آسيا بأبوظبي 2019. أولا هذا ليس صحوة، الكرة الأردنية منذ عام 1999 وهي تعيش حالة من اليقظة. بعدما تسلم الأمير علي بن الحسين رئاسة الاتحاد وتم الاستعانة بالخبير المصري محمود الجوهري ومن بعده العراقي عدنان حمد وآخرين، كلهم وضعوا بصمات للكرة الأردنية، ولكن في العام الحالي تم التعاقد مع الخبير التونسي بل حسن ملوش، وهو غني عن التعريف، يمتلك سيرة تدريبية وخبرة ودراية في كرة القدم، ولا ترك بصمة وجعل من المنتخبات الأردنية، وهو أيضا هو يعمل في اتحاد كرة القدم الأردني مخطط لكرة القدم الأردني ومديرا فنيا في الاتحاد. كما تعلم أخي أن ملوش على دراية وبكرة القدم الأردنية وضعها على الطريق الصحيح، ومن ثم كانت الانطلاقة إن شاء الله صوب التأهل وحجز المنتخبات الأردنية أماكنها في التصفيات الآسيوية. نعم، طيب أستاذي، مع وصول 6 منتخبات بمختلف المراحل السنية للمنتخب الأردني إلى نهايات القارية بالقارة الصفراء أو الآسيوية مثل ما نقول، هل اتحاد الكرة الأردني وضع خطة مدروسة من أجل إعداد هذه المنتخبات فيما يخص النهائيات والمنافسة على الألقاب؟ نعم، اليوم طلعتنا الصحف أن ملوش يخاطب اتحاد سلوفينيا لطلب مواجهة لمنتخب تحت سن 80، وهذا طبعا يعطي زخما لهذا المنتخب الذي تأهل. واليوم أيضا طلعتنا الصحف أن ملوش عرض على اتحاد كرة القدم الأردني تجنيس لاعبين أردني من أصول أردنية يلعبون في الدوريات الأوروبية ويحملون جنسياتها
من أجل وهم من أصول أردنية من أجل منحهم الجنسية الأردنية وبالتالي تعزيز قدرات المنتخبات الوطنية ومن بينها المنتخب الأول. نعم. ملوش لديه دراية ولديه فكر تكتيكي ولديه خطط، إن شاء الله تؤتي هذه الخطط ثمارها في التصفيات الآسيوية، ونرى أن ونأمل أن يكون المنتخب الأردني هو الحصان الأسود في الإمارات 2019 كما كان في قطر في 2011 بقيادة العراقي عدنان حمد. نعم نعم السادة، إذا تسمح لي بسؤال أخير، رأيك في مستوى اللاعبين الأردنيين على مستوى الدوريات الخليجية أو إذا ما توسعنا أكثر العربية، ومدى تأثير هذا المستوى أو مثل ما يقولون الاحتراف الخارجي على المنتخب الأردني بشكل عام؟ هل تشوف أنه كان إيجابة يعني عفوا مردودة إيجابي على المنتخب بداية؟ طبعا مردودها إيجابي. أنا كنت في زيارة للكويت والتقيت مع عدد من الرياضيين، أنا أعلم أن هناك 5 لاعبين أردنيين في الدوري الكويتي. نعم. ومن قبلهم كان النجم أحمد هايل. طبعا صح. هذه الدوريات بما تعرف أنها دوريات قوية وفي عدد من المحترفين وفيها أيضا تمارس الاحتراف بمستوى عالي. نعم. ينعكس هذا الشيء على أداء لاعبين الأردنيين، وبالتالي هذا ينعكس على أداء المنتخب الأردني لكرة القدم. نعم نعم نعم، كل التوفيق للمنتخب الأردني فيما يخص مبارياته المقبلة إن شاء الله، إذا كانت ودية أو رسمية، فيما يخص كذلك نهايات كأس آسيا. وكل الشكر للأستاذ مؤيد بوصبيح الناقد والصحفي الرياضي بجريدة الغد الأردنية، ومكملين معكم مشاهدينا في أخبارنا العربية، وهذه المرة من الصحافة المصرية. فيحل نادي القرن الأفريقي هذه الليلة كضيف ثقيل على فريق الإنتاج الحربي الطامح في استغلال حالة الحزن التي يمر بها الفريق الأحمر بعد خسارته اللقب الأفريقي. وختام أخبارنا العربية ستكون من مملكة المغرب، حيث حسم التعادل الإيجابي نتيجة كلاسيكو الكرة المغربية الذي جمع بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي. يحل الأهلي حامل اللقب ضيفا على الإنتاج الحربي اليوم في المرحلة 9 من الدوري المصري لكرة القدم، بحثا عن فوز محلي يخرجه من أحزانه القارية بعد فشله في إحراز لقب دوري أبطال إفريقيا. وطالب المدير الفني حسام البدري لاعبيه بتقديم مستوى جيد في الفترة المقبلة في إطار المنافسة على اللقبين المحليين الدوري والكأس، وحثهم على التفاني في سبيل بلوغ الأهداف الموضوعة بعد أن أفلت منهم اللقب الأفريقي بالخسارة أمام الوداد البيضاوي المغربي. حسم التعادل السلبي مباراة الكلاسيكو المؤجل من الجولة 3 من الدوري بين الجيش الملكي والوداد البيضاوي على ملعب مراكش الكبير أمام حضور جماهيري متوسط، ورفع الجيش رصيده للنقطة 11 في المركز الثاني رفقة الرجاء والدفاع الجديدي، وظل الوداد في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين وتتبقى له 4 مباريات. أما الآن مشاهدينا أهم الأخبار في الصحافة الإسبانية الإيطالية وكذلك الإنجليزية، ولكن من بعد الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا وجولة الصحافة العالمية بدايتها من إسبانيا. هل ينتقل جوهرة سيليساو إلى غريم فريقه السابق؟ سؤال بدأت تطرحه وسائل الإعلام خاصة وأن أغلى لاعب بالعالم يشعر بعدم ارتياح بحديقة الأمراء، فيما أعلن نجم الأتلتي التحدي وذلك قبل ديربي العاصمة أمام المرينجي الساعي لاستعادة توازنه. Yeah.
تتغذى الدولي البرازيلي نيمار ناجم باريس سان جيرمان الشائعات حول انتقاله المحتمل لريال مدريد في الصيف المقبل. وذكر موقع ديفنسا سنترال أن نيمار ألقى تلميحا للنادي الملكي بأن سان جيرمان لن يروق لكم أي شيء، وذلك في إشارة منه إلى أن باريس لن يدعه يغادر بسهولة. في حين قام إسكو بنشر صورة على حسابه الشخصي على إنستغرام في تدريب المرينجي استعدادا للديربي، ولم يتردد نيمار لحظة للإعجاب بهذه الصورة بعد أن نقر عليها بأنه يحب ذلك. وأوضح الموقع أن نيمار واضح جدا من أنه يؤيد علنا فوز الريال على أتلتيكو مدريد في المباراة التي ستقام بينهم يوم السبت المقبل على ملعب واندرا متروبوليتانو. تحدث الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد عن مباراة ديربي العاصمة الإسبانية المنتظرة التي سيخوضها أمام الجار اللدود ريال مدريد. وقال غريزمان: لدينا مباراة مهمة السبت المقبل، ونحن نحتاج إلى دعم الجماهير كما كانوا يفعلون في كل ديربي، وأعتقد أن ملعب الواندا نلعب به بحماس كبير. وأضاف النجم الفرنسي: سنحاول الفوز في الديربي، وسنستعد له جيدا خلال هذا الأسبوع، وسنقدم كل شيء، وسواء كنا جيدين أم سيئين سوف نلحق الضرر بريال مدريد. ما زلنا مشاهدينا في جولة الصحافة العالمية وعن أخبار اللاعبين والانتقالات الشتوية، الميركاتو الشتوي. فيبدو أن عدم رغبة اللاعب الأرجنتيني في الاستمرار مع بي إس جي نعم قد تشعل صراعا حاميا بين البلوز والريدز للفوز بخدماته. ونبقى في مع أخبار الليفر، حيث عاد صانع ألعاب الفريق إلى التدريبات بعد شفائه من الإصابة، وبات جاهزا للمواجهات، وهو ما يسعد الثعلب الألماني. أشارت التقارير أن ناديي تشيلسي وليفربول يتصارعان لضم نجم باريس سان جيرمان خافيير باستوري خلال الميركاتو الشتوي القادم. وبدأ باستوري في التفكير في مغادرة العاصمة الفرنسية بعد تزايد الإحباط مع عدم وجود وقت للعب في ظل اعتماد المدرب أوناي أميري على رابيو وفيراتي وتياغو موتا ودراكسلر. وذكرت صحيفة دايلي ستار أن البلوز والريدز على حد سواء من المعجبين باللاعب الأرجنتيني باستوري، ولكنهما سيواجهان منافسة قوية مع إنتر ميلان الذي أبدى رغبته بضمه. وسوف يجهز ناديي تشيلسي وليفربول عرضا بقيمة 18 مليون استرليني للحصول على توقيع باستوري في يناير المقبل. عاد الجناح الدولي الإنجليزي آدم لالانا لتدريبات ليفربول الجماعية يوم أمس بعد أن أعلن أنه مناسبا تماما للعودة للمباريات. وقد غاب النجم لالانا منذ بداية الموسم عن الريدز حتى الآن بسبب الإصابة، لكنه أكد أنه جاهز للعودة لخوض منافسات المباريات. وذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية أن لالانا خاض دورة تدريبية مكثفة في ميلود مع باقي المجموعة، وأصبح متاحا لدى المدرب يورغن كلوب. أما خبرنا التالي من الصحافة الإيطالية، فقد كشفت الصحف الإيطالية عن مساعي ذئاب العاصمة للإبقاء على النجم الأرجنتيني سنوات إضافية من خلال تمديد عقده وتحسينه. أما الأحزان فلا تزال تخيم على الشارع الرياضي الإيطالي جراء فشل أتزوري في بلوغ المونديال، والحديث يدور حاليا حول المدرب الذي سيخلف فنتورا. أشارت تقارير صحفية إيطالية أن نادي روما يستعد لتقديم عرضا جديدا لنجمه الدولي الأرجنتيني دييغو بيروتي للإبقاء عليه لأطول فترة ممكنة داخل جدران ملعب الأولمبيكو. وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن الجيالا روسي على استعداد لتقديم عرضا جديدا لبيروتي وربطه بالنادي حتى عام 2021، حيث سينتهي عقد بيروتي مع الذئاب في عام 2019، والجيالا روسي مستعدين لتقديم عقد جديد له. الفكرة هي تمديد عقده الحالي لمدة عامين والحفاظ عليه حتى عام 2021. ولا تزال المحادثات في مرحلة مبكرة جدا، ولكن يعتقد أن بيروتي سيكون سعيدا بالبقاء في العاصمة الإيطالية.
أبدى فابريزيو رافانيلي لاعب يوفنتوس والمنتخب الإيطالي السابق رأيه حول عودة كونتي لتدريب الأزوري بعد إقالة يوم أمس فينتورا المدير الفني السابق. نشرت صحيفة توتو سبورت تصريحات رافانيلي الذي قال: سأحاول إقناع كونتي بفكرة العودة مرة أخرى لتدريب المنتخب الإيطالي في المستقبل. وأضاف رافانيلي: كونتي قدم أشياء عظيمة مع الأزوري، وهو ما يدفعني لفكرة عقد اتصالات معه لإقناعه بالعودة. وكان الاتحاد الإيطالي قد أعلن عن إقالة فينتورا من تدريبات المنتخب بعد فشله في التأهل لكأس العالم 2018. وبعيدا عن أخبار كرة القدم الأوروبية، في انتصار ثمين حققه النمساوية الشاب ببطولة الماسترز قد يبقي على أماله بالبقاء في دائرة المنافسة شريطة مواصلة النجاح. وبالانتقال إلى عالم المحركات، فإن الاتحاد الدولي للعبة سيحاول إدخال بعض التعديلات لحماية نجوم الفورمولا 1، وذلك بعد مشاكل جائزة البرازيل. حقق النمساوي دومينيك ثيم أول انتصار له في البطولة الختامية للتنس على حساب الإسباني بابلو كارينيو بوستا بمجموعتين لواحدة، ليحافظ على أماله في التأهل لنصف النهائي. واحتاج المصنف الرابع عالميا لساعتين وست دقائق لتحقيق فوزه الخامس على التوالي والثاني هذا العام بعد بطولة ريو دي جانيرو على كارينيو الذي لم يحقق أي انتصار. وكان ثيم قد خسر مباراته الأولى في البطولة أمام البلغاري ديمتروف الذي ضمن تأهله لنصف النهائي بعد تحقيقه فوزين متتاليين. كشف الاتحاد الدولي لسباقات السيارات فيا أنه بصدد إجراء مناقشات بشأن المشكلة الأمنية التي شهدها سباق الجائزة الكبرى البرازيلي لسيارات الفورمولا 1 يوم الأحد الماضي في ساو باولو. وذكر فيا أن الأمر سيطرح للمناقشة خلال الاجتماع المقبل للمجلس العالمي لرياضة المحركات المقرر في 6 ديسمبر المقبل. ويسعى المجلس لتحديد كيفية تطبيق إجراءات أمنية أكثر تماسكا وفاعلية خلال جميع سباقات بطولة العالم للفورمولا 1. ومع أخبار المحركات والفورمولا 1 وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم. لقاءنا معكم إن شاء الله في حلقة الغد وأخبار جديدة ومتنوعة من الصحافة المحلية العربية وكذلك العالمية بالتأكيد الرياضية. إلى ذلك الحين شكرا لكم على حسن المتابعة، طبتم وإلى اللقاء.